شكرنا لبوفيه من البلد بالاسديه الحاج حسني. السادة القراء جميعا، الوقت لا يتسع ان اذكر اسماء الجميع، فانا اعتذر لكم جميعا، كل من شرفنا هنا، فكل خطوة سارتها السيارة على رؤوسنا، وشكر الله لكم. ومعذرة يتفضل الان بالتلاوة علم الاذاعة المصرية ونقيب قراء محافظة الاسماعيلية وابن نقيب محافظة الاسماعيلية الاسبق القارئ ابن القارئ وعلم الاذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. السادة القراء أشكر لكم جميعا، وجميعنا نشكر لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية والمحبوب لدى أهل القرآن، وأقول له يا خطيب يا ذا اللسان اللبيب أنت الحبيب ولك في القلب نصيب. أيها الإخوة الأحبة، الآن يتفضل للتلاوة علم الإذاعة المصرية الذي يمتعنا ويجدينا في صلاة الجمعة والفجر، نقيب قراء محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ وابن القارئ والنقيب ابن النقيب فضيلة الشيخ محمد محروس طلبة. السادة القراء جميعا، الزمن الذي نحن فيه زمن العزاء لا يكفي ابدا ان اذكر اسماءكم ابدا، فمعذرة للجميع، شكر الله لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب
صدق الله العظيم. من آيات سورة الأنعام وهي 165 آية بالتمام، نزلت يزفها 70,000 من الملائكة الكرام جملة واحدة أنزلت على قلب سيد الأنام، فمن عظمها بركة القصواء ناقة المصطفى سيد الأنبياء. تلا علينا نقيب القراء بمحافظة الإسماعيلية وابن نقيب قراء محافظة الإسماعيلية الأسبق القارئ وابن القارئ فضيلة الشيخ محمد محروس طلبة. أيها السادة، أشكر إلى حضراتكم جميعا باسم الوالد والشيخ والمعلم والمربي الكبير فضيلة الشيخ علي أبو حسن والحاج فرغلي أبو حسن، وباسم الحاج عبد الرحمن ضيف الله، وباسم فضيلة الشيخ صالح علي حسن، وأيضا أشكر لكم باسم جميع عائلات الجميلة الفراشة الكبرى أولاد أبو خضر بالمنحر، الهندسة الكهربائية أولاد عبد الوهاب وسعد بميشة قايد شرقية، الهندسة الإذاعية مؤمن الفكهاني بالنخاس شرقية، مقدم الضيافة مفيه بن البلد الحج حسني بالأسدية، مصورين الليلة عمدة المصورين ناصر صلاح وصلاح جهير وأحمد وهوى. السادة أهل القرآن الكرام، شكر الله لكم جميعا كل من شرفنا صغيرا وكبيرا وكل من سافر إلينا من جميع الأنحاء، ذكرنا بقول المصطفى سيد الأنبياء: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه.